السلام عليكم تلاميذ التلميذات الاباء والامهات، مرحبا بكم عند بروف عبدو، قناتنا متخصصه في نشر اخبار التعليم بالمغرب. وفي هذا الفيديو غنشوفوا واحد القرار قاسي من وزاره التربيه الوطنيه لفئه من التلاميذ، ولكن قبل من هذا الشيء اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد. هاد الفئه من التلاميذ هم اللي كيتغيبوا واللي باقي ما مسجلينش، فراه مجموعه من المؤسسات التعليميه خرجوا باعلانات في الصفحات الرسميه ديالهم على فيسبوك. غنشوفوا بعض الامثله. فمثلا ثانويه الراس الاعداديه بالعيون قال لك بانه تخبر اداره الثانويه انه كل تلميذ او تلميذه لم يلتحق بالمؤسسه ابتداء من يومه الاثنين 19 سبتمبر سيتم التشطيب عليه من لوائح المؤسسه وسيعتبر غير ملتحق. وكذلك بالنسبة لثانوية القاضي عياض الإعدادية بالعيون نفس الإعلان بأنه غيتم التشطيب على التلاميذ غير الملتحقين. كذلك ثانوية محمد الخامس التأهيلية مكناس كتقول بأن أي تلميذ تأخر على الموعد ديال التسجيل اللي غيكون قبل من 17 سبتمبر يعتبر غير ملتحق ويعرض نفسه للتشطيب من لوائح المؤسسة. كذلك ثانوية آلتوس التأهيلية بتمرين وحي أكادير فتعلن أن كل تلميذ غير مسجل أو مسجل ولم يلتحق لقاعات الدرس سيتم التشطيب عليه من لوائح المؤسسة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وكذلك بالنسبة لثانوية أخرى كتقول بأنه تخبر إدارة المؤسسة بأن التلاميذ الذين لم يلتحقوا بعد بصفوف الدراسة فإن هذه الثانوية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربوية في حق المتغيبين بدون مبرر قانوني. كذلك بالنسبة للصفحة الرسمية للثانوية التأهيلية الوحدة بمدينة تزنيد فنفس الأمر بأن التلاميذ غير المسجلين وكذلك غير الملتحقين فسيتم يعني التشطيب عليهم من لائحة الأقسام. وكذلك بالنسبة لثانوية الياسمين الإعدادية فنفس الإعلان يعني أنه تلاميذ اللي ما تسجلوش وكذلك يعني ما التحقوش غيتم حذف الاسماء ديالهم من لوائح ديال المتمدرسين. اذا الاخوان فراه العديد من المؤسسات التعليميه بالمغرب حطوا هاد الاعلانات يعني اللي تيقولوا بان التلميذ الا ما التحقش بالمؤسسه ديالو ابتداء من 19 سبتمبر او لما تسجلش فراه غيتم التشطيب عليه من لوائح ديال الاقسام. بالنسبه للتلاميذ اللي يقولوا لي لا هكا هادشي غير كذوب وكذا، فراه المهم عليا انني وصلت لكم الفكره، وصلت لكم هادشي اللي كاين، لان اي جديد كان بارطاجي معكم وانت الراي كيبقى ليك واش تيك هادشي ولا ما تيكوش. المهم هادشي الاخوان راه اعلانات من بزاف ديال المؤسسات التعليميه بالمغرب، وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. عطوني الاراء ديالكم في التعليق الاخوان، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو لايك كومونتير بارطاجوا الفيديو مع صحابكم، صيفطوا لصحاب قول لهم اشنو كاين. وهادشي اللي كاين، نشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.